لا 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 لا. مرحبا بك نعمان. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا بكم انتم معنا في الحفله اليوم ان شاء الله. الله يحفظك. علاقتك باتصالات المغرب نعمان؟ علاقه جيده الصراحه. كل عام كنكون حاضر في المهرجانات ديالهم. هذا واحد الشرف كبير، وكنشكر المؤطرين والمسيرين لهذا المهرجان هذا اللي كيسهروا على تقديم واحد التغطيه صيفيه جيده بزاف، وحنا بها كنقربوا البوبليك ديالنا، والحاجه اللي هي مهمه بزاف، وكنشكرهم. شنو هو الجديد ديالك نعمان؟ الجديد من بعد الاغنيه بلا بلا، انا وفريق العمل كنحاولوا ما امكن اننا نشوفوا نختاروا الاغنيه المناسبه اللي غادي تكون من بعد بلا بلا، حيت كما كيعرف الجميع بلا بلا عملت واحد النجاح الحمد لله كبير بسبب ديال الجمهور، سواء ديال فريق العمل اللي خدم عليها. خصنا الاختيار دابا يكون في محله وان شاء الله يكون خير. هادشي اللي كاين. شنو كتقول الجمهور تطوان؟ الجمهور ديال كنبغيكم بزاف، والجمهور المغربي عامه والعربي كامل كنبغيهم بزاف. الله يحفظكم. شنو موجد الجمهور ديالك اليوم؟ وموجد الاغاني ديالي ديما. الحمد لله جمعنا ريبيرتوار كبير اللي نقدروا نغنيوها في الحفلات، ونقدروا نهزوا السين المغربيه والرايه المغرب برا المغرب ان شاء الله. تبارك الله عليكم. حفظك. شكرا. بارك الله فيك. قلت الصراحه حمد الله الميراج مزيون، اجواء مزيونه، معلومه العياسي. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا لتيتوان المديق للريكول، والصراحه انا فرحان بهذه الاجواء الزوينه. تبارك الله عليكم وشكرا. السلام عليكم. سهرات زوينه، مرحبا بكم الناس ديال الرينكون. سهرات زوينه في زوينه، جات سهرات زوينه ماشي في زعزعه في خاطر الناس الرينكون والراس القصيه وفي خاطر الناس ديال الحسيمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.